ده مسجد القبلتين. تخيلوا ان في المسجد ده صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه المسجد الاقصى والمسجد الحرام في نفس الصلاة. اصدقائي ما تنسوش توصلوا الفيديو لخمسين الف لايك. احنا النهاردة موجودين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد عند مسجد القبلتين، وبمناسبة ذكرى تحويل القبلة، وبما اننا في النصف من شعبان فتعالوا نحكي لكم الحكاية. فرض ربنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وده كان قبل الهجرة بحوالي 5 سنين، وأمر ربنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قبلته في الصلاة نحو المسجد الأقصى. لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه أن تكون القبلة في اتجاه الكعبة المشرفة، أول بيت وضع للناس للذي ببكة اللي رفع قواعده سيدنا إبراهيم عليه السلام. ومن شدة تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم ببيت الله الحرام كان لما يجي يصلي يقف خلف الكعبة، فتكون الكعبة قدامه بين الركنين، وفي نفس الاتجاه يكون المسجد الأقصى اللي أراد ربنا إنه هيكون قبلة المسلمين. مع ازدياد اضطهاد المسلمين وأذيتهم في مكة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وأصبحت الكعبة في اتجاه والقبلة في المسجد الأقصى في اتجاه تاني. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يلح في الدعاء وينظر إلى السماء، وبعد 16 شهر أو 17 شهر قضاهم في المدينة المنورة جاء الفرج من السماء. استجاب ربنا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لكن إيه علاقة تحويل القبلة بمسجد القبلتين؟ أغلب القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر هنا في الموضع ده، في موضع مسجد بني سلمة، واللي بقى معروف بمسجد القبلتين. وأثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة نزل عليه الوحي بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام. يعني تخيلوا معايا دلوقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي هنا في موضع مسجد القبلتين، ونزل عليه تحويل القبلة في صلاة الظهر أو صلاة العصر وهو راكع، فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم من اتجاه المسجد الأقصى إلى اتجاه المسجد الحرام، وأصبحت قبلة المسلمين في الصلاة في اتجاه بيت الله الحرام. المصحف ده هيساعدك تفهم آيات القرآن الكريم وانت بتختمه في رمضان. ولو فتحنا سورة البقرة في مصحف الحافظ المتقن عند آيات تحويل القبلة، هنلاقي ان من اسباب نزول وما كان الله ليضيع ايمانكم، هنلاقي ان بعض الناس سألت وبتقول: طب اللي مات قبل تحويل القبلة او الفترة اللي صلى فيها المسلمين في اتجاه المسجد الاقصى، الصلاة فيها اتقبلت ولا لا؟ فهنلاقي في اسباب النزول رد ربنا عليهم: وما كان الله ليضيع ايمانكم. كمان هنلاقي في جزء تفسير في نفس الصفحة ان آية تحويل القبلة كانت شقة على النفوس، لان مش كل الناس هتفهم الحكمة من تحويل القبلة، فكانت تحويل القبلة حد فاصل بين اللي هيثبت على ايمانه من اللي هيرتد. من الامور المميزة جدا في مصحف الحافظ المتقن ان نفس الصفحة هتلاقوا فيها التفسير للآيات واسباب النزول وتقسيم موضوعي ورسم املائي، يعني المصحف موسوعة كاملة، مش هتقلب الصفحة إلا وانت فاهمها 100%. طبعا تقدروا تلاقوا مصحف الحافظ المتقن عند دار غار حراء، وهسيب لكم رابط التواصل معهم في التعليقات. تعال اشرح لكم المشهد كان عامل ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وكان راكع في اتجاه الشام، اتجاه المسجد الأقصى، ونزل عليه الوحي بتحويل القبلة: فلنولينك قبلة ترضاها. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اتجاهه في اتجاه المسجد الحرام، واستدار الصحابة كمان، وكأن لسان حالهم بيقول: سمعنا وأطعنا. طبعا القبلة الموجودة في مسجد القبلتين حاليا هي قبلة المسجد الحرام، بيت الله الحرام، لكن القبلة الأولى اللي هي في اتجاه المسجد الأقصى لم يعد هناك أثر لها. طبعا المسجد تم تجديده، والوضع الحالي غير الوضع وقت النبي صلى الله عليه وسلم. أصدقائي احنا دلوقتي موجودين عند مسجد ذو القبلتين، وزي ما انتم شايفين كده الحمام موجود. يا الله بسم الله، هنحاول ان احنا نجيبه تاني علشان نأكله بقى. لم يعرف بخبر تحويل القبلة الا المسلمين اللي صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد القبلتين، وما وصلش الخبر للمسلمين في مسجد قباء الا في صلاة الفجر
في اليوم اللي بعد، لما مر عليهم رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد القبلتين ولقاهم لسه بيصلوا في اتجاه الشام، فقال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستقبال الكعبة، فاستداروا في اتجاه بيت الله الحرام. تعالوا نجرب تاني كده ناكله، هو المرة اللي فاتت خاف مني الى حد ما، فتعالوا نحط كده وهو هيجي اهو، شايفين؟ سبحان الله. يعني اللي ساعدني في تصوير الحلقة دي هو كريم، شكرا جزيلا. شكرا الخيميائي، منور حبيبي، منور الدنيا. ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي عن مسجد ذو القبلتين وتحويل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام. بس ما تنسوش، ربنا يبلغنا رمضان ونحن في أسعد حال.